الخير مشاهدينا، صباح الورد والياسمين، صباح التفاؤل والإصرار والتحدي، صباح القوة الجسدية والذهنية وتخطي كل الظروف والصعوبات بالحياة. اليوم ضيفي عزيز جدا، ضيفي كفؤ جدا، ضيفي تحدى كل الظروف الصعبة وتخطيها واشتغل على حاله وما زال عم يشتغل على حاله، وكل عمل بيقوم فيه بيفاجئنا أكثر بنجاحه وبالتفاصيل المهمة والجيدة ليعطي دايما أجمل صورة وأحلى صورة، وخاصة عم نحكي بالشق التلفزيوني، الشق الصحافي الإعلامي، هالمهنة المتعبة جدا ولكن الحلوة والرائعة جدا للأشخاص اللي بحبوها مثل ضيفي اليوم. ضيفي الصحافي والمراسل التلفزيوني ناصر بلوط، اسمحوا لي رحب فيه. أهلا وسهلا ناصر. أهلا وسهلا، يعطيك العافية. إليك. يعطيك العافية وشكرا على المقدمة الحلوة. شكرا، وهذا أقل شيء يعني. أنا عتلاني هم شو بدي أحكي عنك ناصر. يعني هيك لليوم للمشاهدين اللي بيعرفوك، بيعرفوا ناصر بلوط، بيعرفوا إليك. مسيرتك بعالم التلفزيون، اليوم كمراسل تلفزيوني، أيضا كصحافي بتكتب بجريدة معينة، اليوم كفؤ جدا، نشيط جدا، رياضي وموسيقي، يعني جامع كل شيء. اللي بدي أقوله هون اليوم إضافة ناصر، إنه حضرتك اللي بيعرفوك كثير منيح يمكن هم عم يتواصلوا معك عم يحكوا معك لثواني ولا ايام وليالي وسنين، بينسوا وما بيتذكروا انك كفيف. ايه، وهيدا شيء انا بدي هنيك عليه، انه مش غلط. صح صح، هيدا هيدا الصح بحد ذاته. اليوم لتكون ناصر بلوط لهلا اكيد مرقت بكثير امور قبل، فبدي ارجع معك شوي هيك للطفوله. حضرتك خلقت كفيف يعني. صحيح. ما ابصرت والنور مثل ما بيقولوا، ولا شفت شيء حواليك، ولكن شخص بتقعد معه بتحس شايف كل شيء. بس الضوء خبرني. يعني حتى ولانه بالمكفوفين في عده حالات. نعم. يعني فانا بس كنت شوف الضوء، فهيدي يعني انا هلا بشوف الاضاءه. اضاءه بس. نعم. ايه صحيح، انا خلقت كفيف يعني. وكانت تجربه حلوه صراحه. انه اول شيء انا فتت بمدرسه دمج. نعم. أنا أول حدا بلبنان فات بمدرسة دمج. ما فتت بمدرسة خاصة للأشخاص المكفوفين. وهي كانت تجربة حلوة يعني. طبعاً. لأنه عادة كل الأشخاص اللي ما بيشوفوا كانوا يفوتوا بمدارس خاصة فيهم. فأنا لا دغري يعني أهلي أنه ساعدوا بإني فوت على مدرسة عادية، هذا الحديث يعني بالـ96. نعم. نعم. ايه والحمد لله يعني. طبعا يعني هون بدي وجه تحية من القلب لأهلك، لأنه بعرف نص الأشياء اللي حضرتك فيها لهلا هو دعم من الأهل، لأنه الولد بيمتص مثل سفنجة كل شيء حواليه من أهله. فتحية من القلب لألهم، وخاصة إصرارهم يعني على أنك تدخل مدرسة دمج بهيديك الوقت. يعني إحنا بهيدا الوقت أمرار في أشخاص بحسوا صعوبة أنهم يقدروا يمشوا للآخر مع أولادهم وياخذوهم لأماكن فيها دمج. هو هذا أهم شيء، أنه هن يأمنوا بأولادهم، يأمنوا بالشيء اللي هن بيقدروا يعملوا. طبعا. وما يكون في استسلام يعني من اول تكة، انه الحياه منها هالقد سهله بدها تكون. طبعا 100%. فكان في هيدا التعاون والحضن الدافي، خليني اقول، من قبل الاهل اللي حطوك على السكه. صح. انا وقت سالتك كنت هيك عم بتحدث انا وياك، قلت لك ناصر شو الصعوبات اللي قطعت فيها لانك كفيف، فكان جوابك مفاجئ لي، خبرني. بصراحه الصعوبات، لك هو في صعوبات يعني، مش انه ما في صعوبات. طبعا. بس انه مثلا الواحد ما يعلق عندها يعني، ما يوقف عندها، ما يكون عم بيخلي هالصعوبات تكون هيك مثل حاجز بوجهه يعني. صح. انه يعني تعيق التقدم اللي هو ممكن يعمله بحياته. طبعاً. صعوبات مثلا، انا بصراحه ما عندي كتير صعوبات يعني. غير قضيه انه بتعرف ان احنا ببلد منه مجهز. نعم. يعني مثلا موضوع التنقل احيانا بموضوع كذا، ممكن هيدي تكون اكثر يعني هيك شيء ممكن شيء بيزعجك. بس انه حليناها، بس انه مبدا انه مش هيدا الشيء اللي بيوقف الواحد انه يعمل شيء يعني، انه يتقدم، انه يكون عم بينتج او هيك. حليناها بشكل فردي اليوم كناصر بلوط عم تتحدى الازمات والاوضاع، ولا صار في تعاون لاكثر؟ انه اكيد بدك حدا يساعدك. نعم. بمطرح. نعم. انا دائما ما بستحي بقول انه نحن بحاجه لمساعده. أكيد. لما نحن نطلبها. نعم. هلا مش انه بمعنى انه قد ما في الواحد يتكل على حاله قد ما في يكون مستقل. صح. بس اذا عاز مساعده بمطرح من المطارح، اي يقول يطلبها.
مش عيبه ومش مشكله ومش طبعا. غلط. يعني انا اليوم بدي احاول قد ما فينا افصل بين اعجابي بشخصيتك، بين اعجابي باصرارك على اني اكون هيك موضوعيه عم اقدم للناس، بس بعتقد عم بكون في شيء ما عم بقدر اخبيه، لانه انا من الاشخاص المقربين لك، يعني انت زميل، انت شخص بيحضرني بيتابعني بيعلق على اشياء، أكيد. باخذ انا وياك احاديث كثيره بموضوع الاعلام والشغل، كرمال هيك وقت احكي عنك بعرف قديش انت كفؤ، قديش انت موضوعي، وقديش انت نشيط، يعني بتحب صح. تتعلم وتعلم ايضا، فهذا الحمد الشيء لله. اللي انا بيعجبني فيك، وهذا الشيء اللي عم حاول اني اوصل لك كل شخص عنده بمكان ما مثل إعاقة، مشابه إعاقة عادي يعني. مشابهه لحالتك، يعني اليوم هي حتى إعاقة يعني، الكفي ما مثل ما هي بالضبط، وانت عم مسكة. بتحولها لاحلى طاقه على فكره أي. بالضبط. فاليوم شو رسالتك؟ يعني عم بتقول لهم اول رساله تخطوا كل شيء، قولوا اذا بدكم هلا شو، مساعده واستمروا. هلا شوف، هي ما فيها، هي الواحد لا يتخطى كل شيء مش بثانية نعم طبعا، يعني. هي الواحد لا يتخطى أول شيء، ما في يتخطى كل شيء، ايه ومش غلط ما يتخطى كل شيء. صح. في يكون عم في يكون في صعوبات بالحياة، وفي يكون أشياء ما بنقدر نعملها يعني. يعني أنا هلا مش حقدر أقف ورا هالكاميرا مثلا وصور، نعم عرفتي؟ نعم مش مشكلة يعني، صح عادي. صح بس في أعمل شيء تاني. أنا هي الطريقة اللي بفكر فيها، هيدي الطريقة اللي عرفتي؟ اتبعتها صح؟ إيه، إنه أنا أوكي ما بوقف عند الأشياء اللي أنا ما فيي أعملها، نعم أنا بشوف الأشياء اللي فيي صح أعملها وطورها، صح ليش لا؟ فهيدي رسالتي لإله، إنه مش حلو. إنه إذا أنت حسيت حالك بمطرح مش قادر تكون عم تنتج أو تعمل أو هيك بنقطة معينة تستسلم، لا، فتش على شيء تاني تعمله، طبعا، فشوف وانت قادر انك إيه أنت تعمل هيك قادر طبعا إذا اشتغلت فعلا على حالك يعني. أكيد 100%. مش إنه أنت قادر بطريقة إنه أنت بس بدك تكون اتكالي وهيك، بدك تكون أنت عم تشتغل على حالك، وبدك تكون عم بتطور حالك، بدك تقرأ، بدك تروح. حلو ما فيك تكون ضلك قاعد بالبيت وتقول انا بدي اطور حالي يعني، بالضبط، وما بدك فيك توقف محلك، مية وهذا بالمية الشيء اللي انت عملته، يعني هيك خليتني اصلا ما اخذ كثير حيز كبير بموضوع انك كفيف، لانه بعتقد تخطيت ناصر، وخليتنا نحن وكل الاشخاص اللي حواليك نتخطيها، يعني فعلا التعامل معك كشخص ما عنده اي مشكله، كتر خير الله، هيدي نعمه الحمد لله. بهنيك عليها انك أكيد. وصلت لها. اليوم صحافي ومراسل تلفزيوني، قبل ما فوت بقصه التلفزيون وعلى العمل على الارض، لانه اكيد كمان كان في صعوبات، 7 سنين درست موسيقى، إيه صحيح. يعني اليوم شخص عم بفتش بداخله، وهي رساله للاخرين، شو بحب انا وشو فيني اعمل وين بدي المع اكثر، فاخذني شوي إيه، لهالمكان. وأنا أنا درست موسيقى يعني، كان بلشت عمري 7 سنين اها بتذكر. حلو. درست آلة صعبة منها سهلة، اللي هي الجيتار يعني، نعم ما تعتبر آلة سهلة. اها ما درست على النوتس يعني، ما درسنا على قراءة النوتس، درسنا كله سمعيات. حلو فهيدي كانت شوي تحدي يعني. طبعا. وبال 2002 انا كنت عم بعزف بالقصر الجمهوري ايام الرئيس امير لحود. نعم فعزفنا بالقصر الجمهوري، حلو. كان ما صار لي سنتين عم بعزف. مهم. وكفيت يعني، درست تقريبا شي 7 سنين. بالضبط. وكانت تجربة كتير حلوة لإلي يعني. طبعا. فهي كانت انه بوقت انا بالمدرسة كنت بعدني اكيد. ف ايه الحمد هون لله. بلش يبين الفنان اللي بداخلك بتتصدي ويبين معش كتير ركزت على، كملت. وهذا غلط يعني. بتعرف احيانا هيك الانسان بصير بعدني بحبها، بعدني كتير يعني بتحن لانك تعزف بمسك وتكون اوقات قطعة مساحة. ميوزك يعني نعم. بعزف بتسلى وهيك، بس انا بعترف انه ايه لازم ارجع يعني صح هيك كيف بيقولوا انت يعني انتج فيها، صح او يكون فعلا الي هيك الي حيز اكتر 100%. بحياتي. بس ايه بس بحبها. ما في، ما يعني اللي بيعرفك منيح بيعرف جاي وقتها، جاي وقتها، ما في شيء بيضل مخبى عندك. كمراسل تلفزيوني اليوم كثير تقارير عملتها نزلت على الارض، هيدا كمان تحدي صح. كثير حلو ناصر، وتحدي قوي اليوم كمان، لانه نحن عايشين بمجتمع وانت اكثر شخص بتعرف، يعني قد ما انا حكيت وغيري حكي انت عم بتعيشها بكل امورك. اليوم امرار في عندك الاشخاص اللي بيكونوا بمكان ما غير متفهمين اصلا للاخر، ولا حتى بيحترموا شعور الاخر. اليوم صحيح. كمراسل تلفزيوني قبل ما احكي بنجاحاتك، خليني شوي احكي بالصعوبات والتحديات، يعني على الارض امرار، انه ردات فعل امرار الناس. هلا في ناس بتسال نعم. انه شو ليه مثلا حاطط مثلا عوينات على الكاميرا. اها انا ما عندي مشكله بشيرها، بس انه نعم. انا بحس انه مثلا هول الاشياء، هول التعليقات ايه ما يعني. طبعا هيدي حريه شخصيه، مثلا في المفروض حدا يعني بيسال انه مثلا طيب انت كيف حتقدر تصور ومثلا تنزل على الارض وتغطي وانت ما كنت شايف الاحداث. نعم هو الاسئله التعليقات صح اللي كنت اكثر شيء. هلا لاقول لك عن قصه التي في والمراسل نعم يعني.
هو اللي بده يشتغل تحقيقات على الارض بالتلفزيون، ما هو عم يعمل شغل مثله مثل غيره، صح. يعني اذا بدك تجي تفكري فيها من الاول للاخر. طيب الشخص اللي بيشوف عم يتصل مثلا ياخذ مواعيد من ضيفه، انا عم بتصل باخذ مواعيد من ضيفي، حلو. الشخص اللي عم اللي بيشوف عم يكتب وعم يكتب نصه، يعني نص التقرير انا عم بكتب نص التقرير على الكمبيوتر، نعم اوكي، اما على البريل اللي هي لغه الاحرف النافره اللي نحن بنكتب فيها، اوكي اوكي، بس مؤخرا صار كل شيء على الكمبيوتر. حلو. هلا في ناس بدها تسالني كيف تستعمل كمبيوتر. نعم. الكمبيوتر طبعا بيكون في برنامج ناطق يعني وبيقرا لنا كل شيء على الشاشه مثله مثل التليفون. اوكي. مثلا الشخص اللي بيشوف عم بيسال اسئلته، عم بحضر اسئلته، انا عم بسال اسئلته وعم حضر اسئلتي، هيدا لانه بدك تكوني انت متابعه للي عم بصير. نعم. ففعليا ما في شيء بيختلف. يعني ممكن شغله واحده تختلف، هو انه انا ما كتير ركز على الصوره، انه مثلا انا والله كيف طالع، ما بعرف شو حط اسوي. نعم. هو اللي انا ممكن اتركها للمصور ما ركز عليها، بالضبط. بس انه غير بس عم هيك تعمل مهامك اليوم كمراسل، كشخص عم بوقتها تعمل مهامك. لما كنت انه بالتلفزيون، نعم. يعني انا تقريبا قعدت 8 سنين يعني اكثر من 200 تحقيق وتقرير، ويعني يعني عملت شغل اذا بدك سياسي اقتصادي اجتماعي عسكري بمعارك جرود، بالضبط. يعني يعني اثبتت حالك، ما في شك. فاكيد في عوائق، يعني اكيد في اشياء ممكن صعب عليك، انه مثلا منطقه تكون شوي صعبه، هن مثلا تلفزيون يقولوا لي انه ما تروح لهون، صح. خلص مثلا، عرفتي؟ بس بشكل عام يعني بنسبه 80% ما في اي مشكله، يعني طبعا. اكثر حتى ما في مشكله، انه نفس الشغل اللي كان يعمله المراسل اللي بشوف انا فيه اعمله طبعا بشكل 100%. طبيعي. وهذا الشيء اللي كنت عم تنقلنا اياه اليوم كمشاهدين، كاشخاص عم بتابعوا تقاريرك ناصر، انه ما عم نحس بهيدا الفرق، لانك عم تتحدى، يمكن عندك كان هيدول التعليقات ضمنا او سامعهم، فيمكن كمان اشتغلت اكثر على نفسك تثبت حالك اكثر. يمكن خلينا نقول بكم تقرير وبعدين فرطت المسبحه. لكن انا ما بي انا ما التعليقات اللي بيسال نعم. انا بجاوبه، ما عندي حلو. مشكله عادي، ما يعني نعم. ماني من النوع اللي انه بيتحسس من هذا الموضوع. طبعا. لا لا عادي، انا ما عندي مشكلة احكي طبعا. بهذا. ويمكن خليني اقول هيدا التصالح مع النفس وحب الذات بمكان، انا كاتب وايمانا ستاند اب فيك. كوميدي على فكرة، يعني بترصد يومياتي انا كشخص ما بيشوف، فهي شوي ممكن عالم تعتبرها تنمر، بس انا مبسوط فيه، يعني حلو. انا شيء كاتبه نعم. وعم بضحك عليه ايه. ومبسوط فيه، فانا ما كويس. عندي اي مشكلة اقول انه احكي بهذا الموضوع او اكون عم يعني جيب سيرته ابدا قدام طبعا. اي حدا، هيدي لانك عادي. هالقد متصالح مع نفسك، لانك بتعرف شو عبيت، يعني خليني اقول اصلا قبل شوي مرقتك كرساله لالنا ولكل شخص عم بتابعنا اليوم، انه قديش بدنا نفكر ونشوف بشخصيتنا الحمد لله. ونآمن بقدراتنا لنركز عليها وننسى الاشياء الثانيه اللي ما فينا نعمل كل شيء، يعني ما في أكيد. حدا كامل أكيد. بالنسبه لالنا ولك كمان أكيد. شخصيا ناصر. لكن موضوع المراسل التلفزيوني اثبتت حالك بالتقارير اللي عملتها، كتبت يعني بتكتب مقالات بالجريدة، وكمان بتتطرق لأمور كتيرة. بتركض اليوم الرياضة إلى شق كتير كبير بحياتك، أنت بتيم بلايند وذ فيجن اليوم، قد ايه هيدا كمان هالعيلة؟ خليني اقول لك بسرعه عن انا بلايند وذ فيجن. يس. بلايند وذ فيجن هي فكره تاسست من ولا شيء، نحن الكوتش ماري ليعاني يعني صراحه الشيء اللي عملته ما حدا عمله بلبنان. اول شيء هي يعني في شاب رفيق كفيف اسمه ربيع الجمال، هو حب يركض ويبلش ركض، وهي غيرت له حياته صراحه لربيع، وركضته الفول ماراثون 42 كيلومتر بال 2017، وسافروا على روما وسافروا على كذا مطرح وركضوا كذا سباق. بال 2018 عملت الكوتش ماري فريق بلايند وذ فيجن، تركت كل الارقام اللي كانت تعملهم ماري، كل الريكوردز اللي كانت تعملهم تركتهم لأجل أنه تعمل فريق تقدر تركض فيه الأشخاص المكفوفين. حلو. فريقنا اليوم فيه 6 أشخاص، 6 مكفوفين. نحن عم نشوف على الهواء بعض من الصور يعني والنشاطات. نعم تفضل. 100%. ففي 6 مكفوفين وفي بيسرز، في جايدز، في ناس بيركضونا. هودي الأشخاص اللي بيركضونا هن أشخاص كمان بيركضوا، كمان هن أشخاص عندهم خبرة بالركض. هن بيركضوا مثل ما يعني بيكون نحن في حبل بنمسكها كل واحد بإيد، وهيدي الحبله هي بتكون صله الوصل بيننا وبينهم. حلو. ونحن عم نركض فول ماراثون، عم نركض 21 كيلو. انا هديك السنه طلعت الثالث على فئه المكفوفين بال 21 كيلو متر. عم نركض سباقات برا وهون كمان. يعني من فتره كنا بفقره بفقره كلوب. هلا عم نحضر لبيروت ماراثون بشهر 11. فبصراحة اللي صار وكله تطوعي، يعني كله شغل تطوعي،
وشغل إذا بدك يعني بدون أي تمويل، بدون أي شيء، مثل ما بيقولوا من اللحم الحي اللحم يعني الحي. حلو صراحة. حلو فهي التجربة أنا من أحلى التجارب اللي مرقت والله، فيها، لأنه غيرت كتير نظرة عالم لإلنا، صح وغيرت نحن نظرتنا حتى للرياضة. تمام يعني نحن اللي كنا مفكرين إنه مستحيل صح بيوم من الأيام نكون عم نفوت بهذا المجال، مية لأنه بالمية لقلك بصراحة ما في حدا ممكن يتبنى بلبنان أو ما بيؤمنوا بأنه الشخص الكفيف بيقدر يعطي، فما في قد ايه عم صراحة. بتغيروا هيدي الصورة إيه نحن غيرنا ناصر؟ صورة، يعني نحن اليوم كل اللي بيركضوا صاروا بيعرفوا مين هن بلايند وذ فيجن، نعم نحن صاروا بيعيطوا لنا على الطريق بلايند وذ فيجن بلايند وذ فيجن. صح فبصراحة إنه عن جد هاي تجربة غيرت كتير، وبتمنى توسع يعني. طبعا، وان شاء الله بتوسع بالاصرار اللي عندكم اياه، وحتى شفنا بالصور يعني هيدا الجو العام اليوم اللي جو عم كتير بيكون ألفة يعني، بالضبط، ممكن وهاللقاء يعني حتى عم في ناس مكفوفين وناس غير مكفوفين، يعني صح عم بيكون في هيدا الجو الرائع صح. اللي عم بتكملوا بعضكم كلكم والحلو بالطبيعة. والحلو انه تدريباتنا قاسية صعبة، يعني ما في منا هاي انه هيدا انه كفيف بدي خفف له، لا ابدا يعني بقى عادي نفسك بده يصير نعم بالارض بالركض يعني، مش انه بالضبط، مش هيدا انه المطلوب، هيدا فمش المطلوب صح فعلا، وهيدا هي الجو عم نشوفه على الهوا وغيره من القصص. على كل الاحوال باخر الفقره حط السوشيال ميديا الخاص فيك، بيقدروا الناس شكرا يفوتوا ويشوفوا ناصر كل النشاطات وكل الاعمال اللي بتقوم ميرسي. فيها وهالفرحه يعني اللي موجوده، والرياضه نحن كلنا بنتفق انه هي علاج بكل معنى الكلمه، صحيح بتطلع الواحد من حاله معينه خصوصي بهالبلد يعني بهالبحر صراحة بهالظروف ايه الصعبه. صح، ايه هون عم نشوف يعني بالماراثون وبالمشاركات والامور كلها، فتحيه عن جد لكل عائله بلايند وذ فيجن. وعم شوف هون في ربح مرتبه ثانيه، عم شوف في تحدي في امور، صحيح فما فيها مزح صحيح. يعني لا لا لامور ناصر لا لا مثل في ما قلت كاتيجوري يعني، وبنمشي عليه بالضبط اكيد بالضبط. اكيد. لكن من الموسيقى للرياضه لكتابه المقالات لمواضيع انطرحت وبتنطرح يعني بالتلفزيون يعني كمراسل تلفزيوني، وصولا لمنصة بوديوم يعني صحيح عم تدخل العالم السياسي من بابه لعريض. فاليوم كيف اجت هيدي الفكرة؟ بصراحة أنا لأنه اشتغلت فترة سنتين يعني ما بين أونلاين وهيك، فأنا معود على الأرض يعني، نعم معود إني أكون مع الضيوف، معود إني نعم كذا. ف بصراحة بلشت ببوديوم من جمعتين اها ثلاثة يعني، ما صار لي زمان، وصار هيك أنا حبيت الشيء اللي صار، إنه هن كتير أول شيء ما ركزوا أبدا على فكرة إنه أنا حدا كفيف، نعم ولا حكى بهذا الموضوع بالضبط ولا ثانية. نعم نحن كنا عم نحكي بأنه أنا كفيف وكذا، نحن كنا عم نحكي أنه أنت شو حتقدر تعطي اها لهالمنصة، أنت كيف حتقدر تطور حالك، نحن كيف حنقدر نساعدك، وأنت كيف حتقدر تساعد المنصة كمان أنها تقوى حلو بخبرتك وبمجهودك. نعم كان كل الشغل وكل، وأنا هذا اللي بحبه، طبعا أنه كل الحكي وكل الشغل كان حكي بالإعلام بالصحافة بالشغل بالمقابلات بالضبط اللي نحن عم نعملها. احلى شيء انك تكون بمكان ما بيخليك تحسي ولا 1% حتى بتصرفاته، صح حتى بانتقاداته، حتى بالاشياء الحلوه اللي ممكن يقول لك اياها، انه هو عم يحكي معك من منطلق انه انت شخص غير طبعا. او انت شخص ما بيشوف. هل هيدا الشيء ايه ناصر عم بتشوفه من الناس لانه هن عندهم هيدي الاخلاقيات الجميله جدا اللي بتمناها من الكل، او انت عم تفرض نفسك عليهم بطريقه انه ما يحسوا مثل ما انا شخصيا امرار بحسها يعني بقى بنسى لكن اقول لك بفصل. شغله، انا لما فتت على الاعلام نعم كانت رسالة يعني، انا لما اشتغلت تقريبا بلشت بال 2013 نعم من 10 سنة من 11 سنه، كانت رسالتي كنت بعدني ثالث سنه جامعه، كانت رسالتي انه انا بدي اشتغل بالاعلام اولا لانه انا بحب هيدا الشيء، وشغله تانية لانه انا بدي كنت اثبت رساله، نعم بدي اثبت شغله انه انتو الناس ووسائل الاعلام ما تحكم على الشخص بس لانه هو ما بيسمع ما بيشوف، ما بعرف شو، حاط حجاب مش حاط حجاب، غير طويل قصير ما بعرف شو، هذا الحكي كله صح سوا، ما تحكموا على العالم بس لانه هي مختلفه، نعم احكموا علينا من شغلنا. بالضبط شوف شغلي يا اخي، اذا شغلي عجبك واذا حبيت شغلي واذا حبيت اسلوبي خليني، اذا ما حبيتني وما عجبك ما عجبك شغلي وما حسيتني انه انا انسان منتج وقادر اعطي، اللي الله معك. نعم بس اللي كان عم بصير واللي بعده عم بصير اها وما تغير كتير على فكرة، اي انه الرفض عم بيكون مسبق يعني، الرفض هذا ما بيشوف فخلص شو بدنا فيه ليه، نعم هيدا هون انا هون مشكلة فيك تقلي لا
بس لما انت تجرب يعني لما انت تشوف صح، شغلي يعني فيك انت تعطيني هيدا ايه الرفض ولا بعد ما تشوف غلطة شغلي ممكن عملتها او ما عم بتشوف ايه بعد كفاءتي ما تشوف بالشغل. شغلي بالضبط 100%. بالضبط الرفض انا حاولت صراحة انه اودي نعم هالمسج بطريقة انه بركي غير مم. وسائل الاعلام وغير اذاعات وتلفزيونات تبلش انه تاخذ تكسر هيدا هيدا الموضوع بعين الحاجز. الاعتبار. ما نعم صارت بعد، اها ما ما صارت. صارت طب هون بعد. اخذتني شوي على سؤال، معلي انت ايه شي مره رفضت بطريقه كانت يعني عم تحكي من تجربه شخصيه، ولا انت فتت بقوه لانه بدك تفرجي المجتمع القريب يعني الصغير والكبير والعالم كله انه ناصر بلوط قيموه لعمله على الارض؟ انا انه صراحه ما انا ما صارت معي نعم شخصيه انه انرفضت بمكان لاني مبشوف، بس انرفضت بامكنه. هلا يمكن ما نقل لي اني مبشوف، اها بس انت اوكي، عارفه بس ايه يعني واضحه. هي يعني وحده من اثنين، يا لانه ما في واسطه، انا ما كتير بشغل وسايط نعم يعني، يا لانه مبشوف، عرفت كيف؟ مهم. فهي وحده من اثنين يعني، مهم. نقي بيناتهم. بس انه بشكل عام ما بيهمني الموضوع، بالضبط انا بشتغل وبخلص اللي علي، بخلص شغلي، والناس هي بتحضر، هي بتعرف مية انا شو عم بعطي، والناس هي بتقرر اذا انا فعلا صح بستحق انه انا اكون عم بنحضر او عم طبعا بتابع او لا، بغض النظر حاط بشوف ما بشوف، حاط صح عوينات، شايل العوينات، اها عامل ما بعرف شو، هذا ما بيغير بفكرة انه انا شو عم اقدم. انا بالضبط. هذا بس هيدي الفكرة، الرسالة رائعة جدا على فكرة للأشخاص ليرجع يعيدوا وما يحصر حساباتهم حاله الانسان، للناس. وما يحصر. انا اساس لما فت بالاعلام قررت انه انا ما احصر حالي بس بمواضيع لها علاقة بالاعاقات. إعاقات نعم واضح مطرح يعني في عالم نعم جربت تحصرني بهذا الموضوع، انه بالضبط يا عمي انت ركز على موضوع الكذا، انه صح لا لا اوكي انا في اشتغل على هذا صح الموضوع، بس يكون ضمن اشياء كتير انا بعمل. ليش انا بدي احصر حالي بهذا صح الموضوع؟ برافو هيدا قوة هيدا ليه قوة أنا ليه انه ليه انا بهنيك ما فيي عليها احكي سياسة؟ فعلا مين قال انه اذا هو شخص كفيف ما بيقدر يحكي صح سياسة، او ما بيقدر يحكي بالاقتصاد، او ما أها بيقدر يحكي بالوضع الميداني اللي نحن عايشينه هلا؟ مين بالضبط خبر انه يعني مين حتى هيدي الرول، هاي القاعدة طبعا انه احنا ما بتزبط؟ مين مية قال؟ بالمية فعلا. أنا على فكرة حأسمح لحالي لأقول لكل شخص قال يبقى يفوت يفتش على ناصر بلوط ويشوف مسيرته من وقت ما بلش شو عم يعطي من تقارير من مواضيع طرحت وأمور كتيرة وصولا لهلأ بوديوم اللي هو عم يستضيف أشخاص محللين سياسية أشخاص بمجال السياسة كبار وعندهم اسمهم كتير كبير وما عم بيفكروا مرتين. يعني اليوم ناصر بلوط صار اسمك أصلا كريدت يعني، وهيدا الشيء اللي ميرسي، بشرفنا الحمد لله، ناصر وهيدا الشيء اللي بهنيك عليه اليوم. الحمد هيك لله. لاكثر بكون عم غطي كل شيء على فكره هالوقت كله بدي غطي شوي مواضيع. اليوم حضرتك بهالمجال بهالخبره الواسعه بالتحديات ظروف صعوبات اللي انت كتر خير الله كنت اقوى منها واثبتت انه كل هول ما حوقف عندهم بدي كمل للاخر، عم بتدرب اشخاص مكفوفين فخد شوي ايه صح، لهالشق. انا يعني دربت بفتره وهلا عم برجع ادرب هيك فوج تاني. اها هي فكره يعني اذا بدك منا اكاديميه ولا شيء، فكره جروب نعم من كذا دوله عربيه ما بيشوفوا، قرروا انه يتعلموا اعلام، حلو قرروا انه يعني هن ما لهم علاقه بالاعلام، نعم قرروا انه يفهموا الاعلام، انه يفوتوا على هذا الاختصاص. اي هلا هيك بالفوج التاني اذا بدك يعني نعم عم نعطيهم، وهي تجربة إذا بدك كتير هيك فرندلي رواق. حلو أعطيت أشياء لها علاقة بالإلقاء، أعطيت حلو أشياء لها علاقة بتقديم الحوارات. أنت مرة كنت معنا صح بسيشن صح إيه، فإنه رواق. عم جرب إنه هي أونلاين يعني الشغل طبعا أونلاين، فأنا قد ما فيي بجرب إنه كون هيك عم بعطي من هذا ال بالضبط من هيدي الخبرة الحلوة الواسعة، وكمان عم بتكون انت مؤثر يعني اليوم عم بتكون مثال لكل شخص بمكان ما. يعني هون هل بالختام رح اختمها معك ناصر يعني لا يمل مثل ما بيقولوا، وبعرف ميرسي. بعد في الكتير يعني صار الكتير من الانجازات الحلوة اللي بنفتخر بنشوف حالنا فيها، وبنفس الوقت بعد بالانتظار العديد من الامور يعني شكرا لك، اللي ناطرة ناصر بلوط ونحن ناطرينها. بس هيك بالختام خليني اقول قديش في اشخاص أنا عندهم نفس الحالة اللي أنت عم مرقت فيها أو مارق فيها أو قصة وأنت عم تنقذهم، يعني دايما عم بتكون سند لهالأشخاص. الحمد لله يعني انا ما بعرف، بس انه الحمد لله انا دائما
بجرب اقول للاشخاص انه اللي بيكونوا عندهم اعاقه نعم. بصريه انه اول شيء لانت تقدر تتقدم نعم. هو في هيك رسالتين سريعين اذا بدك بالختام يعني. تفضل اكيد اول شيء انت الشخص اللي عنده اعاقه بصريه لتقدر نعم. تتقدم ما فيك تضلك بمحيط عنده نفس مشكلتك أوكي. بدك تطلع على المجتمع لبرا حلو بعرف صعبه بس بدك تتعب بدك تطلع بدك طبعا. تتعود تطلع ايه. وللاشخاص هون ايه. للاشخاص اللي بيشوفوا اللي بعضهم مش مأمنين بفكرة انه بخافوا من الشخص اللي ما بيشوف ممكن تبلش يعني عم نحكي كرفقة كارتباط صح. كزواج كشغل كمدرسة كل شيء انت كمان عليك مسؤولية انك ما تخاف منه صح. ما بيخوف ما بيأكل بشر هو يعني أكيد. عادي هو انسان مثله مثلك كل الفرق بس انه ممكن يكون بده بعض المساعدة الزيادة ممكن انت بيكون بدك مساعدة باشياء تانية اهم شيء انه انت ما تاخذ احكام مسبقه فهي اذا بدك طرفين بده يلتقوا على نص حلو. الطريق يعني بالضبط يعني هون الفكره يعني طبعا يعني. شكرا على هالكلام وبدي له يمكن هيك كمان حاسمح كمل جملتك للاخر ناصر من يعني تجربتي الشخصيه معك بصداقتك كزميل كشخص عم ناخذ ومنعطي كثير انت بتشوف اشياء كثير كلنا امرار ما بنشوفها فهذا الشيء كمان صفه مضافه لك بشغلك وبعملك وانا بدي اشكرك فعلا لعطائك لثقتك بنفسك لرسائل اللي قدمتها كثير وبتمنى لك دائما كل التوفيق اللي بتستحقه فعلا لانك كفو ومثابر هو احلى شغلتين كثير بحترمهم فيك الفيسبوك بيج الخاصه فيك على اسفل الشاشه بيقدروا الناس يفوتوا يتعرفوا على كل اعمالك ويكبوك ببوديوم هلا الف مبروك مجددا وايضا يشوفوا كل التقارير اللي عملها ناصر ويتابعوك بالرياضه كمان بركي بينعدوا وبينزلوا يتنشطوا شوي مش غلط. على الارض اللي بحب ينزل يركض معنا نحن ثلاثه وخميس عم ننزل نتدرب على بوجه على الووتر فرونت بوجه الزيتوني بلايند وذ فيجن بلايند وذ فيجن جو فور ات تابعونا واللي بحب ينزل اهلا وسهلا 100% شكرا لك الصحافي والمراسل التلفزيوني العزيز جدا ناصر بلوط اهلا وسهلا فيك معنا شرفتنا اهلا وسهلا مشاهدينا لهم نكون وصلنا لختام هيدي الحلقه من شي جديد موعدنا بتجدد معكم بكره بنفس الموعد فكونوا كتار وبالف الف خير الى اللقاء